يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الأربعاء طقس بارد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري نهاراً، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء. كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط بعض الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من السواحل الشرقية والتي قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون ذلك على فترات متقطعة. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 8، يتسم الجو بالبرودة. في الأسكندرية 15-11 أيضا يتسم بالبرودة. في مطروح 14-9 يكون الجو بارد. في بورسعيد 16-10 يتسم أيضا بالبرودة. في الإسماعيلية 18-8 يتسم أيضا بالبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 17 والصغرى 9 يتسم أيضا بالبرودة. والعريش 16-9 يتسم أيضا بالبرودة. في طابة 17-12 يكون الجو بارد. في شرم الشيخ 22-13 هنا الجو يميل إلى الاعتدال. في الغردقة 22-14 يتسم أيضا بالاعتدال. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 والصغرى 11 يتسم بالاعتدال. في أسوان 23-12 يكون الجو معتدل. في الوادي الجديد 22-9 معتدل. في شلاتين 25-13 يكون الجو أيضا معتدل. وأخيرا في حلايب 22-14 يكون الجو فيها أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.